طب احنا هنوصل لفين؟ الاسعار عماله تزيد، حتى مش عارفين نلاحقها اننا نداريها او نعرف الزياده جايه منين، والحل في ايدينا بس نركز شويه. انا قايل وليلي من الاموال سيارات، تابعونا علشان نعرف كل التفاصيل. الازمه في سوق السيارات عندنا ليها ديول كتير زي ما بيقولوا كده، والمستفيدين من الازمه كتير، واللي احنا بنسميهم تجار الازمات، ناس بيلعبوها صح، يعرفوا في الأوقات دي يحركوا السوق لمصلحتهم. الفكرة إن ممكن حد يقول سوق السيارات مش مهم دلوقتي ونركز في حاجات تانية، أهم حاجة نعملها هي الإصلاح. قال عمرو الإسكندراني النائب السابق لرئيس مجموعة مسوق السيارات أماي إن في أسباب كتير للارتفاعات في الأسعار، خارجية وداخلية، لكن الموضوع زايد في مصر عن باقي أسواق العالم. التجار عندنا استغلوا أزمة الدولار اللي حاصلة وأخدوا فرق تسعير الدولار على أسعار عربياتهم على طول، وده بعد صعود الدولار اللي وصل ل 32 جنيه، وده أصلاً مش منطقي خالص. ومش التجار بس، ليه؟ ما في توكيلات زي توكيل كورولا كان مسعر الدولار ب 40 جنيه في عز الازمه. مسؤول جمركي سابق اكد ان اي تاثير في اسعار صرف الدولار بالسلب او الايجاب مش بنشوف تاثيره في السوق غير بعد 4 شهور مع الشحنات المستورده الجديده، لكن عندنا مش بيحصل كده، كله بيتابع اي زياده في الدولار علشان يزودوا اسعار السلع، وبقت فلسفه في السوق المصري بكل القطاعات. وقال كمان الاسكندراني ان احصائيات السوق المصري من المجمعة المصرية للتأمين كشف عن خروج مخزون من عام 2019 و2020 و21 في سنة 2022، وطبعا اتباعت بأسعار الدولار الجديدة، كانوا مسقعين العربيات في مخازنهم، كمان بيرفعوا هامش الربح من العربية الواحدة لان كمية البيع قلت، ونحط اوفر برايس 100,000 جنيه عادي جدا. اكد ان هامش الربح عالميا تقريبا 15% وعندنا في السوق المصري وصل ل 60%، وما تسألش ليه او هل في حد بيراقب على الاسعار دي؟ لا، العميل بقى هو اللي بيشيل تمن زيادات القطع بتاعت الغيار والصيانات واسعار التشغيل والتخزين، والتجار بيكسبوا من ورانا الذهب. طب الحل ايه علشان نطلع من الازمه دي؟ الاسكندراني نصح بعدم الضغط على موديل واحد علشان الطلب العالي هيزود سعر المعروض، وتوزيع الضغط هيظبط مستوى الاسعار في السوق ويخلي التنافسيه تعلى بين الشركات، ويبتدوا يقدموا خصومات وغيره كمان. اكد ان الشركات كلها بقت بتتشارك تكنولوجيا التصنيع، وان قرارات الدوله الزمت اي مستورد للسيارات ب 15% قطع غيار ليها، وبالتالي اي عربيه هيوفر الوكيل قطع غيارها بالكامل. ضاف ان الدوله لازم تسعى لتشغيل ال 19 مصنع اللي بتملكهم للتجميع واللي شغال اقل من نصهم بس، ونطورهم ونشوف بقى تجربه تانية زي تجربه BMW، وانها رجعت تشتغل تاني وتشغل مصانعها للتجميع تاني، فلازم نقوي المنتج المحلي. ووضح ان قرار فتح استيراد السيارات المستعمله هيحرك السوق جدا وهيبقى حل منطقي للازمه، وهو نظام اتنفذ خلال الستينات والسبعينات. في النهايه في خمول، وده في اتخاذ اجراءات لحل الازمه دي وواضح جدا. طب هنوصل لفين؟ الله اعلم. تابعونا في الاموال سيارات علشان يوصل لكم كل جديد.